يا اهلا وسهلا بحضراتكم، نبدا معاكم حلقه جديده من السادسه، حلقه هنعيشها كلها اهلي وبيراميدز، كلام طبعا على الماتش بكره المنتظر الحقيقه، بقى واحده خلاص من المواجهات اللي بينتظرها جمهور نادي الاهلي على مدار الموسم، وكمان بتزداد حلاوه المباراه بكره عشان طبعا المنافسه على الصداره ان شاء الله باذن الله. هنغطي لحضراتكم ونتابع معاكم اخر او اللمسات الاخيره اللي بيحطها مستر موسيماني، ونشوف ونتابع تمارينه النهارده ونعرف اخبار الفريق. الحمد لله بدا ملف الاصابات كده يعني يتخف حدته شويه، واطمنكم على جاهزيه ياسر ابراهيم وايمن اشرف ان شاء الله جاهزين وموجودين في قائمه الفريق لمباراه بكره. النهارده شاركوا في التمرين بدري طبعا، لسه عليه شويه، بدري هيغيب لسه كمان يعني اجراءات احترازيه زياده اطمئنان زي ما بتسموها او زي ما بنسميها يعني. ودكتور ابو عبله قال انه عشان يطمن اكتر على بدر بنون اللي استجابته كانت كويسه جدا في المرحله الاخيره، فضل انه يريحه فتره ما بين شهر ونص لشهرين. طبعا اكرم غايب لسه شويه، عمار كمان لسه شويتين رغم انه ظهر في تمرينه النهارده مع الفريق. كل التوفيق لفرقتنا بكره. بس الحقيقه قبل ما اعيش في الحلقه مع حضراتكم وادخل في تفاصيل الاهلي وبيراميدز، امبارح انا استمتعت بتابلو يعني لوحه فنيه، السيتي واليونايتد الحقيقه امبارح واحده من الماتشات الممتعه لاقصى درجه، وانهالت عليا كده يعني علامات الاستفهام، وجات لي افكار كتيره جدا، وقلت ليه لا؟ يعني وهي الافكار هي دايما اللي بتبتدي التغيير اذا كنا عايزين نغير، يعني اذا كان عندنا الرغبه في التغيير او التطوير. الكلام هنا على فرقتين من اكبر فرق العالم، مش بس الدوري الانجليزي، نتكلم على مانشستر يونايتد وبنتكلم على المان سيتي. اتكلم بقى على قيمه تسويقيه، اتكلم على مستوى الاجور، اتكلم على التاريخ والبطولات، اتكلم على مستوى المنافسه، اتكلم على انه مش بس لقاء كبير في الدوري الانجليزي، ده ديربي مانشستر. اليونايتد والسيتي ديربي مانشستر، يعني مباراه كمان مش بس بين فرقتين كبار لكن فيها كمان حساسيه شويه من الناحيه الجماهيريه. ورغم كده لعيبه السيتي لعبوا مباراه يعني ولا اروع. هو طبعا مش جديد على السيتي، وانا بشوف ان السيتي هو افضل فريق بيلعب كوره في العالم كله، مع كامل الاحترام للريال والبايرن والبارسا وليفربول وتشيلسي وكل الفرق محترمه جدا وفرق قويه جدا جدا، لكن كوره متعه السيتي يمتعك. وهنا الحقيقه وانا بتفرج على الماتش يعني شغل بالي جدا ايه اللي بيصنع الفارق. انت بتتكلم على فرقه اليونايتد بدايه فيها اهم نجوم العالم، يعني لما تتكلم على كريستيانو رونالدو ومثلا برونو فرنانديز، دول نجوم منتخب البرتغال، اول اسمين بيتحطوا في تشكيله البرتغال. لما تتكلم على رافا فاران وبول بوجبا، اثنين اساسيين مع منتخب فرنسا بطل العالم. لما تتكلم على ديخيا، حارس مرمى من ابرز حراس مرمى الدوري الانجليزي. لما تتكلم على هاري ماجواير، صفقه ب 75 تقريبا مليون يورو، واحد من ابرز الاسماء، ودوري انجليزي مع ماركوس راشفورد مع سانشو. يعني عندك سكواد على اعلى مستوى، الجماهير حدث ولا حرج، جماهير اليونايتد. اتكلم على التاريخ والبطولات، قول زي ما انت عايز، ازاي يظهر بالمستوى ده قدام السيتي؟ كانت الاجابه الوحيده انه اللي صنع الفارق امبارح الحقيقه، واللي بيصنع الفارق دايما مع السيتي، هو المدير الفني بيب جوارديولا، صاحب البصمه والاداء والطريقه. عنده القدره الحقيقه انه دايما يحسسك انه اللعيبه نازله تستمتع، مش لعيبه نازله تلعب ماتش عشان تجيب 3 بونت وتروح، اللعيبه نازله بتستمتع وتقدموا واحد واثنين وثلاثه، وبرده مصممين على ان هم يقدموا جرعه من المتعه لجمهورهم. ومن هنا الحقيقه اذا كنا عايزين نفكر يعني ليه ما بنطرحش في مصر فكره، او اتحاد الكره ما يتبناش فكره المعايشه للمديرين الفنيين المصريين، ان هم يطلعوا مع المدربين الكبار دول يشوفوا بيشتغلوا ازاي، يتعاملوا مع مدربين بحجم يا ريت طبعا بيب جوارديولا، يورجن كلوب، توماس توخيل، انطونيو كونتي، ماسيميليانو أليجري، هانس فليك، ناجلزمان، حتى المدرب الصاعد اللي وعد كام سنه وقدر يبقى يقود فريق زي بايرن ميونخ. على كل الاحوال يمكن ده يكون واحد من محاور كلامنا النهارده مع كابتن ضياء عبد الصمد اللي هيشرفنا طبعا في السادسه، والكلام ممتد طبعا عن الاهلي وبيراميدز، وهيشرفنا كمان من خلال فيديو كونفرنس نجم من نجوم البايرن على خلفيه طبعا ماتشات الشامبيونز ليج، الجوله اللي هتتلعب بكره وبعد بكره. هيشرفنا باتريك اندرسون، واحد من نجوم طبعا منتخب السويد، وكان بطل حصل على لقب الشامبيونز ليج مع بايرن ميونخ، ولعب كمان لانديه كتير زي برشلونه وبلاك بيرن روفرز. خلينا نروح لفصل، وقبل ما نروح لفصل افكركم بسؤال حلقتنا اللي هيبقى موجود لغايه بكره معانا على السوشيال ميديا، على الفيسبوك وتويتر وانستجرام. مين افضل 3 لاعبين من وجهه نظركم في مباراه الاهلي
والمريخ الأخيرة. السؤال اللي هيفضل لغاية بكرة، لغاية لحظة بداية مباراة بيراميدز، هندي حضراتكم فرصة أكتر للتصويت. لغاية اللحظة اللي بكلمكم فيها منافسة كبيرة جدا بين رباعي بدون ترتيب، محمد شريف، أحمد عبد القادر، عمرو السولية، محمد هاني، دول الأربعة اللي خدوا أغلب أصوات الجماهير. ولكن طبعا ليكم مطلق الحرية لو عندكم رأي تاني، طبعا في انتظار أصواتكم لغاية بكرة إن شاء الله. خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدأ مع حضراتكم تفاصيل حلقتنا في السادسة. قبل ما ندخل في التفاصيل تعالوا ناخد حضراتكم لملعب التتش. يمكن تمرينة الأهلي انتهت من دقايق، هي التمرينة الوحيدة واليتيمة الحقيقة. الأهلي امبارح طبعا كان أجازة، كان راحة بعد مباراة المريخ. تمرينة النهاردة هي التمرينة الأساسية والتمرينة الوحيدة للفريق قبل مواجهة بيراميدز بكرة. خلينا نعرف أخبار التمرينة ونطمن أكتر على ملف الإصابات، مين شارك مين تألق. زميلنا كريم أحمد يمكن لسه كان خارج من ملعب التتش بعد انتهاء التمرينة، يبقى معانا ويقول لنا أخبار التمرين. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك الزميل العزيز احمد، برحب بيك في البدايه وبرحب طبعا بكل مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بالتاكيد مباراه مهمه جدا لفريق النادي الاهلي في ظل ضغط كبير ورهيب الحقيقه للاعبين من بطوله الدوري العام للبطوله الافريقيه، محتاجه مجهود الحقيقه ومحتاجه تركيز اكبر كمان من لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. لكن هو ده قدر الحقيقه لعيبه النادي الاهلي مهما كان التلاحم ومهما كانت الضغوطات والصعوبات اللي بتقابل فريق النادي الاهلي، لكن الامل كبير وهدفنا كبير كالعاده طبعا هو حصولنا طبعا على بطوله الدوري العام، وهي ايضا كمان الحصول والحفاظ على لقب بطوله الدوري ابطال افريقيا للمره الثالثه على التوالي في حدث ان شاء الله باذن الله ما يقدرش يحققه غير للنادي الاهلي بشكل عام. طبعا للنادي الاهلي النهارده وتدريبه وتدريب الوحيد لفريق النادي الاهلي، انت عارف زميلي احمد تدريب وحيد راحه طبعا 24 ساعه وتدريب وحيد لفريق النادي الاهلي، ومنها الى معسكر مغلق استعدادا لمباراه بيراميدز، ومنها ان شاء الله سفر الى جنوب افريقيا للمشاركه طبعا في مباراه ماميلودي سان داونز بطل لجنوب افريقيا. النهارده طبعا بالتاكيد حاله اللاعبين، التدريب بشكل عام، الجهاز الفني، كل الامور دي الحقيقه كانت بالنسبه لبيتسو موسيماني قعدته طبعا محاضراته الفنيه في البدايه، الامور الخاصه بفريق بيراميدز. ويمكن الحقيقه بيتسو موسيماني شد من اللعيبه بشكل كبير جدا على هذا الامر، الفتره اللي جايه مهمه جدا، مباراه بيراميدز مهمه جدا ايضا، كمان ضغط كبير جدا لفريق النادي الاهلي. فيا رب ان شاء الله باذن الله التكاتف الكبير اللي شايفينه مع لعيبه النادي الاهلي ومع الجهاز الفني ومع التضحيات اللي بنعملها وبنشوفها ان شاء الله في المباريات وفي التدريبات تستمر سواء في مباراه بيراميدز كريم. يمكن واحنا بنتكلم معاك ظاهر على الشاشه فضل. كابتن ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني اللي كان حاضر تمرينه النهارده، تكلمني عن اسباب الحضور. واقف طبعا هو ظاهر دلوقتي مع قفشه ومع هاني اعتقد اللي مدينا ظهره، تكلمني كده عن حضور كابتن ضياء السيد وكان ايه الهدف منه وعمل ايه مع لعيبه النادي الاهلي. بالتاكيد طبعا يعني قبل انطلاق المران كان متواجد طبعا كابتن ضياء السيد، متواجد طبعا يمكن سلم على طبعا كل اللاعبين، العلاقه الطيبه جدا بلعيبه النادي الاهلي ومدربي منتخبنا الوطني وتحديدا كمان كابتن ضياء كان متواجد طبعا بشكل عام طبعا، ومنها الاطمئنان على حاله اللاعبين، لان انت عارف خلاص المرحله مهمه جدا، الراجل بيحاول ان هو يكون متواجد سواء هنا في النادي الاهلي، المتابعه المستمره المعتاده زميلي احمد طبعا من الجهاز الفني طبعا الخاص بمنتخبنا الوطني. الامور طبعا بالنسبه للنادي الاهلي هو ضغط طبعا، ما نقدرش ان انت النهارده تبص على لعيب في تدريب النهارده بالنسبه للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، لان ما اقدرش اقول ان في جرعه تدريبيه قويه جدا او في التحامات او في تقسيمه كبيره جدا، لان المجهود كبير. يعني لسه كنا بناكد وبنقول مباراه بيراميدز غدا انت لسه هتلعب مباراه ثانيه وهي مباراه السفر الى سان داونز 8 ساعات، ده مباراه ثانيه ومجهود اكبر. فيمكن النهارده بشكل عام الراجل كان متواجد بيتابع اللاعبين، احاديث طبعا جمعته سريعا مع بيتسو موسيماني كابتن سيد عبد الحفيظ، الامر المعتاد الحقيقه للكابتن ضياء السيد او ايضا كمان مستر كيروش طبعا المدير الفني، سواء بيكون متواجد في التدريبات او بيتابع لعيبه النادي الاهلي في اي مباراه من بطوله الدوري العام. عايز اكد لك زميلي احمد على الجاهزيه الخاصه طبعا بعدد من لاعبي النادي الاهلي اللي هيكونوا طبعا، احنا في انتظار طبعا القائمه الخاصه بالمباراه. عايز اكد لك على جاهزيه طاهر محمد طاهر، ممكن النهارده كمان شارك في جزء بسيط، عنده التواء في الكاحل، ان ما نقدرش نقول مأثر عليه او في اي حاجه، لكن هنقدر نقول ان هو متواجد ان شاء الله في مباراه الغد او في قائمه الغد، ومنها ان شاء الله يكون متواجد مع بعثه فريق النادي الاهلي. ياسر ابراهيم، ايمن اشرف جاهزين بنسبه 100% ان شاء الله متواجدين غدا في القائمه، الدافع بيهم طبعا هي رؤيه فنيه لبيتسو موسيماني، ولكن زي ما اكدنا طبعا على بدر بنون اللي بنتمنى له ان شاء الله السلامه خلال الفتره القادمه، شهر ونص يعدوا على خير ان شاء الله، يعدوا سريعا ونشوفه من جديد ان شاء الله. بدر بنون واحد من اهم اللاعبين اللي النادي الاهلي يتالق كان عاده مع فريق النادي الاهلي، يشارك في البطولات يرفع كؤوس كعادته طبعا مع فريق النادي الاهلي. لكن بشكل عام الامور طيبه جدا، ينقصنا بس التوفيق ان شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى يكون واقف معانا ويكون ايضا كمان محافظ على لعيبه النادي الاهلي، لان احنا محتاجين كل العناصر المتواجده في القائمة
القائمه، لان المباراه مهمه جدا، ومنها ان شاء الله مباراه سان داونز المباراه الاهم اللي اكيد واخده ذهن واخده من ذهن طبعا الجهاز الفني وذهن اللاعبين، لكن ان شاء الله الفصل يكون تام وكبير جدا في بطوله الدوري العام ولكل حدث حديث ان شاء الله في البطوله الافريقيه. نخلص من بكره ان شاء الله باذن الله، وبعد كده نفتح ملف سان داونز. ما اعتقدش ان اللعيبه بتفكر في سان داونز ولا الجهاز الفني خالص دلوقتي، كل تركيزهم على المباراه المهمه والصعبه بكره في مواجهه بيراميدز. سريعا جدا كريم، شفت برضو لقطات النهارده عمار كان موجود في الملعب، يعني طبعا جايب الدعامه وماشي على عكازين، نتمنى له السلامه. صلاح محسن كمان ظهر في الكادر، تكلمني عنهم الاثنين بسرعه. عمار الحقيقه ماشي في البرنامج الطبيعي طبعا، او البرنامج التقيل الموضوع ليه هنا في القاهره، ويمكن دي تصريحات طبعا خاصه من طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله. صلاح محسن ايضا كمان بيواصل التقيل الخاص بيه، يعني ان شاء الله صلاح ممكن تكون عودته طبعا اقرب من عمار بشكل كبير جدا، لكن البدايه واضحه ان هي جيده جدا مع عمار. يا رب ان شاء الله باذن الله يعود من جديد سريعا مع فريق النادي الاهلي، المهم بس يمكن يمشي بشكل كويس جدا ويلتزم بالتعليمات، ويا رب ان شاء الله يحافظ على لعيبه النادي الاهلي وما يبقاش في اي عدد من الاصابات، والقادم يكون افضل ان شاء الله لفريق النادي الاهلي. كريم كل الشكر ليك طبعا، بشكرك شكرا جزيلا. زميل عزيز كريم احمد من ملعب تتش بعد دقائق من انتهاء مران الاهلي الوحيد والاخير قبل مواجهه بيراميدز بكره. خلونا نروح لفاصل، نرجع نتواصل مع حضراتكم في السادسه بعد الفاصل مباشره. احنا اخترنا له الهدف ده لانه تاريخي، يعني الفرحه اللي انتوا شفتوها الفرحه المبالغ فيها، مش عشان احتفال بهدف عادي، ده هدف حسم بطوله البوندس ليجا لبايرن ميونخ في موسم 2000 طبعا البايرن تحت قياده اوتمار هيتفيلد في مواجهه امام هامبورغ، والهدف ده تم احرازه بروح الفانيله الحمراء، بما انه البايرن اشقاء يعني بيلبسوا تيشرت حمراء برده، في الدقيقه حاجه و90 وحول اللقب لصالح البايرن ميونخ في اخر مباراه في السيزون وفي اخر دقيقه في اخر مباراه على وجه التحديد. الحقيقه يمكن نجمنا النهارده هو واحد من نجوم الكره السويديه باتريك اندرسون طبعا، ولكنه لعب لانديه كبيره وحقق لقب الشامبيونز ليج مع بايرن ميونخ، ولعب كمان لبرشلونه ولعب لبلاكبيرن روفرز. هيكون ضيفنا في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس. بدايه طبعا لازم نرحب بيه ونقول له اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي، وشكرا على مشاركتك معانا. شكرا جزيلا، شكرا لدعوتكم. الاهلي فريق رائع كبير، وهذا شرف لي وجودي معكم في قناه النادي الاهلي الرسميه، اهلا وسهلا. الشرف لينا. بدايه بس اعرف انتماءاتك بتميل لمين اكتر؟ انا عارف انك لعبت الاثنين من اكبر انديه العالم، لكن خلينا نقول لو بايرن ميونخ بيواجه برشلونه هتشجع مين؟ انا اعتقد انا مع الاثنين، وسوف اشجع الاثنين بكل تاكيد، انا اعشق الفريقين. طيب هبدا معاك بالبايرن اللي عنده مواجهه بكره طبعا مهمه جدا في بطوله الشامبيونز ليج. لقاء اول انتهى بالتعادل بنتيجه 1-1 امام سالزبورغ، ازاي شايف فرص البايرن مش بس في مباراه بكره، لكن فرصه في تحقيق اللقب اللي بالمناسبه يمكن انت حققته معاه في الفتره اللي انت لعبت فيها الموسم ده؟ بايرن ميونخ مع مان سيتي وتشيلسي وباريس سان جيرمان هم المرشحون من وجهة نظري، وفريق أيضا قوي. 1-1 كانت نتيجة مباراة الذهاب أمام زالسبورغ. أنا أعتقد أن بايرن ميونخ سوف يعيد حساباته ويستعد بشكل جيد للمباراة القادمة بكل تأكيد. يعني البعض الحقيقة يمكن شايف أنه مستوى البايرن في الفترة الأخيرة مش بس في الشامبيونز ليج، لكن كمان حتى في البونز ليجا في البطولة المحلية متراجع نوعا ما، وفي بعض النتائج ما كانتش على مستوى النجوم اللي بتمثل الفريق، والبعض الحقيقة يمكن وجه أصابع الاتهام لناجلزمان المدير الفني الحالي لبايرن ميونخ. بتتفق مع ده؟ وهل شايف انه ناجلزمان قادر على قياده البايرن لتحقيق لقب البطوله المحليه وبطوله الشامبيونز ليج؟ نعم، عندما ننظر الى البايرن ميونخ في الاعوام القليله الماضيه سوف نرى هناك فرق كبير، فرق شاسع بين اداء البايرن ميونخ في الوقت الماضي مقارنه بالوقت الحالي مع ناجلسمان. انا اعتقد ان هناك فرق كبير ما بين المدربين سواء كان هانز فليك وناجلسمان. شاهدنا البطولات التي حققها الفريق البافاري في السنوات القليله الماضيه،
هذا هو تحدي كبير يواجهه ناجلسمان، فلا بد عليه من التواصل، تواصل تحقيق الألقاب. الكلام مستمر عن البايرن، والحقيقة يمكن تقارير كتيرة اتكلمت في فترات سابقة عن يعني رحيل نجم هجوم بايرن ميونخ ليفاندوفسكي، والحقيقة يمكن ريال مدريد أعلن مؤخرا أنه مهتم جدا بانتداب الدوري البولندي. تقارير كمان لسه صادرة يمكن ما بقالهاش كتير بتتكلم على اهتمام أندية كتيرة جدا بالتعاقد مع جنابري جناح البايرن. في رأيك هل يستطيع البايرن الحفاظ على نجومه، ولا الموسم القادم هنراهم خارج بايرن ميونخ؟ أنا أعتقد أن مستقبل روبرت ليفاندوسكي في البايرن، وهذا ما أراه وهذا ما أعتقده، أنه سيظل مع الفريق البافاري بايرن ميونخ لوقت طويل، وهذا هو مستقبله من وجهة نظري. أنا أعتقد أن على سبيل المثال غوريتسكا وأسماء كثيرة وكيميش، وأنها مجموعة كتيبة أيضا قوية، وهي تساعد روبرت ليفاندوسكي بكل تأكيد للفوز معه بألقاب كثيرة والمنافسة بكل تأكيد على ألقاب فردية أيضا. وأنا أتحدث هنا عن فريق بأكمله. وبالنسبة لجنابري، هل تتوقع أنه يستمر مع البايرن ولا رحيله أقرب، لأنه عدد كبير من الأندية مهتمة، أهمهم طبعا برشلونة تحت قيادة تشابي؟ أنا أعتقد أن هنا في أوروبا وفي الإعلام الأسباني يتحدثون كثيرا عن جنابري وعن هذا الترانسفير، الكلام كثير ولا أعتقد أنه سيحدث من وجهة نظري. بمناسبة الكلام عن البارسا، رأيك في مردود تشابي مع تولي مسؤولية الإدارة الفنية ومحاولاته لأنه يعود ببرشلونة لسابق عهده، مرحلة ميسي إنيستا تشابي، المرحلة اللي كان فيها البارسا مسيطر تقريبا على كل البطولات في أسبانيا وخارج أسبانيا؟ فعلا هي إفاقة كبيرة للبارسا مع تشافي، هو أول شيء عمل واشتغل عليه تشافي مع برشلونة هو ضمان وتواجد الهدوء بين صفوف الفريق، وهذا مهم جدا لنجاح الفريق ونجاح الكتيبة الحالية من وجهة نظري. أعتقد المنافسة مع الريال في الوقت الحالي وإشبيلية أعتقد منافسة شرسة قوية، ونأمن بتشافي وإمكانياته، وأرى ذلك في المواجهات الأخيرة، فاز بمباريات كثيرة وعنده تحدي أيضا في اليوروبا ليج في هذا الوقت أيضا، وأتمنى له التوفيق. قبل ما أكلمك على فرص البارسا في اليوروبا ليج، أسماء كثيرة جدا ارتبطت بالانتقال لبرشلونة، منها على سبيل المثال للحصر هالاند نجم بروسيا دورتموند، محمد صلاح نجم ليفربول، جنابري زي ما كنا بنتكلم نجم بايرن ميونخ، كريستنسن نجم تشيلسي الانجليزي. في رايك هل يحتاج برشلونه الى تدعيم، وايه هي المراكز، ومين هم من وجهه نظرك الاسماء الافضل للانضمام لبرشلونه في التوقيت الحالي؟ في البداية على سبيل المثال عندما تحدث عن بيكي في أو بوسكس، لابد علينا أن ننظر إلى نقاط الضعف الفريق والعمل على وجود بديل قوي لاستقطابه لحل مثل هذه المشاكل في خط الدفاع من وجهة نظري، فهذه هي المشكلة الحالية لفريق البارسا. بيكيه هو لاعب أعتقد كبير في السن، وأعتقد ليس لديه الإمكانات القوية لمواكبة التطوير الذي يحدث تشافي في هذا الوقت. هالاند على سبيل المثال هو مهاجم رائع قوي جدا، أعتقد من وجهة نظري أن الفريق يمتلك عناصر قوية الآن، وجود هالاند سيكون إضافة بكل تأكيد، ف
دعنا نرى ماذا سيحدث. هذا شيق جدا عندما نقرأ ونسمع يوميا عن مثل هذه الانتقالات المهمة. أنا أعتقد أن في الصيف القادم سوف يحدث انتقال مهم، سواء عن استقطاب هالاند أو أحد اللاعبين الآخرين. دعنا نرى. تطور مستوى البارسا تحت قيادة تشافي بشكل كبير، وده انعكس على نتائج الفريق على مستوى الليجا الأسبانية، والفريق بيحتل حاليا المركز الثالث. هل تعتقد أنه فرص البارسا زادت، أو أنه تشافي مطالب وقادر في نفس الوقت على تحقيق لقب اليوروبا ليج في الموسم الحالي؟ أعتقد احنا ما زلنا بعيد في المنافسة في النقاط ما بين برشلونة وبين ريال مدريد. المنافسة ايضا قوية. عندما أتحدث عن الكواليتي اللاعبين وتطويرهم، هذا ما فاز به تشافي من وجهة نظري وكسبه في الوقت الأخير. لكن من وجهة نظرك، عنده القدرة الموسم ده، أو أنت كواحد من عشاق البارسا أو جماهير البارسا، ممكن تطالب تشافي في أول مواسمه بتحقيق لقب سواء محلي أو أوروبي؟ أوروبا ليج من وجهة سوف تكون إلى حد ما محتملة، ولكن الدوري الأسباني صعب من وجهة نظري اللقب لهذا العام في منافسة ريال مدريد. يهمني في وجودك برضو أسألك عن إبراهيموفيتش، ويمكن كان نجم في طبعا لعبته مع بعض في منتخب السويد. رأيك في مستوى أدائه، استمراره في الملعب لغاية اللحظة، وتألقه مع الميلان، وعودته مرة تانية لمنتخب السويد، والإضافة اللي ممكن يعني يسيبها مع مشاركته مع منتخب السويد مرة تانية؟ هو رائع، هو عبقري، هو لاعب استثنائي وسيظل استثنائي من وجهة نظري. إبراهيموفيتش لاعب قوي، وجوده مهم أيضا مع المنتخب السويدي. يمتلك قاعدة شعبية كبيرة هنا في السويد وأيضا في إيطاليا مع ميلان. وجوده مهم، ووجوده أيضا مع الميلان بعد الانتقال الأخير سوف يساعد أيضا ميلان في تطوير الفريق وتحقيق أيضا في ألقاب محتملة. باتريك أندرسون طبعا نجم منتخب السويد وبايرن ميونخ وبرشلونة، بشكرك شكرا جزيلا على ظهورك معنا على شاشة الأهلي وعلى وجودك معنا في السادسة، وكل التوفيق لكرة القدم السودية. واحنا في مصر عندنا كتير من الجماهير الحقيقة اللي بتعشق البايرن، وهم مدرسة، والبارسا طبعا ليها، حتى لو تراجع مستواها تظل البارسا واحدة من أهم الفرق على مستوى العالم. الكلام كله هيكون على الأهلي وبيراميدز، بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع. مباراة بكرة بصرف النظر عنها مباراة جماهيرية ومباراة صعبة طبعا، انت بتواجه يمكن واحدة من اجمد الفرق في الدوري المصري، لكن ليها اهداف كتيرة جدا تتخطى بكتير جدا المنافسة على البطولة المحلية، وتتخطى بكتير كمان التلاتة بونت. يعني طبعا الاهلي يبحث عن الصدارة، والاهلي بيبحث انه يوسع الفرق بينه وبين اقرب منافسيه بيراميدز والزمالك على التوالي، وبيبحث عن تقديم عرض مقنع لجماهيره. لكن الاهم كمان انه تبقى جاهز جدا، لانه ما فيش وقت، انت هتركب الطياره بعد ما المباراه تخلص على طول عشان تسافر جنوب افريقيا لمواجهه هتكون في منتهى الصعوبه، وهي مواجهه سان داونز. مستنيين كتير في مباراه بكره. خلينا نتكلم اكتر ونعرف تفاصيل ونعرف وجهه نظر ضيفنا النهارده ونجمنا في السادسه كابتن ضياء عبد الصمد. مساء الخير يا كابتن ضياء. مساء الفل يا ابو احمد، نور الدنيا. نورك يا احمد، ربنا يخليك. قبل ما اروح بس البيراميدز، اعدي سريعا على ماتش المريخ، والحمد لله طبعا قدرنا نعدي من مباراه صعبه ومن فخ وكمين كان منصوب لينا وعشنا، انا شخصيا عشت دقائق مش لطيفه خالص بعد ما المريخ سجل الهدف الثاني، لكن قدرت الرجاله ترجع، وقدر السوليه الحقيقه بمجهود فردي يحسم المباراه لصالحنا. لكن بالتاكيد لفت نظرك حاجات في المباراه دي علينا ان احنا نتفاداها في المواجهتين اللي جايين، سواء بيراميدز بكره او السبت ان شاء الله في مواجهه سان داونز. بص يا احمد، مش في كل مره بتسلم الجار. جبنا هدفين
وهدف نقول هدف ثقه في الاولاني اداك ثقه اول ثلاث دقائق جايب جول وبدات تشتغل وربنا كرمك بالجول الثاني. احنا كله بقى قال النهارده حفله بقى حفله 7 8 بقى يا معلم وخلصت وخلاص على كده تمام. كل الناس قالت كده صح. ده الطبيعي ده الطبيعي وده للاسف انا في كل لقاءاتي بقول اللاعب المصري انا كنت لعيب مصري ومرنت لعيبه مصريه دي 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 افه ولازم تتعالج. بتحس اللعيب يحس ان الماتش انتهى او المباراه خلصت بدري هي كده هي كده هي كده باي حال وفي اي حال من الاحوال لازم نحط حاجه في دماغنا النادي الاهلي مختلف زي ما قلت قبل كده ويمكن اللقاء اللي كنت معاك فيه قبل احمد قلت لك النادي الاهلي بيلعب بطوله واثنين وثلاثه واربعه مش عايز اعلق على شماعه الاجهاد النادي الاهلي انا معاك مليار في الميه انا ما بقى لا انا هكلمك إجهاد. هكلمك على نوع مختلف من الاجهاد كمان يعني اجهاد ذهني بالظبط كده والله ده في كوره امبارح قفشه تقريبا ولا مين يا ربي ده لو دماغه بيفكر صح ده هيسند مش هيعمل حاجه مجرد انها تتسند جول الاجهاد الذهني انا عايزك تشرح للناس يعني الناس دايما بتبقى فاكره انه الاجهاد بس انه عضلي. الجسم والعضلات تبقى منهكه او عليها حمل زياده فمش قادر يبذل مجهود لكن في اوقات كتير جدا بيبقى الاجهاد الذهني وخصوصا في الفرق اللي بتلعب بطولات كتير وخصوصا في الفرق المطالبه بانها زي الاهلي يعني انها تحقق كل لقب بيحصل حاله اجهاد ذهني عند اللعيبه تشرح للناس يعني ايه اجهاد ذهني وده بيأثر ازاي على مستوى اللاعب وبيأثر ازاي على سرعه وطريقه اتخاذ القرار وازاي نطلع منها او ازاي نشتغل على الحته دي. بص يا حميد زي ما قلت لك النادي الاهلي مختلف شويه النادي الاهلي بطولاته الكتيره بتخلي اللاعب يقعد يفكر مره واثنين وخمسه وعشره. اللعيبه الكويسه اللي موجوده في النادي الاهلي كل واحد عايز يحفظ مكانه كل واحد عايز يلعب كل واحد عايز يبقى نمره واحد. مظبوط. نمره اثنين عايز العب منتخب. نمرة ثلاثة عايز احترف بره. الكلام ده كله ما بيجيش يعني هباء او بيجي كده لمجرد ان انا بقول لا خلاص انا هلعب الماتش الجاي كويس فممكن لما يبقى فلان موجود هيتفرج عليا فانا الكلام ده كله بياخد منك وقت كتير جدا. بالاضافه انك انت مطالب بالفوز يعني لاي فرقه ثانيه غير النادي الاهلي مش مطالب حتى لو انت تعادلت او انت مثلا اديت وقلنا زي ما كان بيتقال ان احنا يا جماعه ادينا بشرف وان احنا ادينا اداء مشرف وان احنا الاداء ده كله ما ينفعش مع النادي الاهلي ولا جمهور النادي الاهلي ولا مجلس اداره النادي الاهلي ولا حد خالص انا بيهمني الثلاثه بونت في المقام الاول دي نمره واحد نمره اثنين عشان ابقى ذهني دوت هرجع للجزئيه دي مهمه جدا انا عشان ابقى ذهني انا صافي ورايق وشغال كويس جدا لازم يبقى عندي ثقه في نفسي لازم يبقى عندي هدوء مع نفسي لازم انفذ التعليمات المطلوبه الموكله ليا وانا راجل موجود في الملعب بحذافيرها والكلام ده انا هكرر واقوله برضه احمد ولو رجعت انا جبت لك لقاءات كتير ليا انا قلت على كام لعيب قبل كده والناس كلها ويمكن مش انتقدتني قالت لي لا انت بتتكلم بعاطفه شويه هتكلم على تريزجيه كان في اولها ما كان موجود في النادي الاهلي وقلت الراجل ده رئه غير عاديه ومش متشافه بس بينفذ تعليمات 10 على 10 وكان ليه دور جامد جدا عندك النني في منتخب مصر لما كان موجود الناس كلها مش شايفه النني بيعمل ايه بس النني واثق من نفسه وبيقول انا موجود والنني بيقول انا هبقى موجود وعلشان كده النني بقى كويس وشغال في حته اللي بيها مريح دماغه هو ده الاجهاد الذهن مش بيجهد ذهنه في اني العب او ما العبش او انا هكون موجود او مش هكون موجود طيب. دي مشكله يعني هتاخدني لحته تانية هفضل في نفس الموضوع معلش انا بتكلم في ده اطار لا ده حته أيوة. الناس كلها واخده بالها منها ده انت كمان لفت نظري النقطه ممكن شويه تبقى مسببه يعني دايما بيتقال انه لما بيبقى في لعيب واثنين وثلاثه في نفس المركز ده بيبقى بيخلي فيه منافسه اكتر ويخلي اللعيبه كلها مستواها يعلى لكن شرط. ما ده اللي انا هقوله لك بقى هل شايف ان سكواد الاهلي السنه دي وان كل لعيب لاقي جنبه اثنين وثلاثه لعيبه على اعلى مستوى ده مسبب لهم ضغط او مسبب لهم توتر او مسبب لهم قلق عامل نتيجه عكسيه؟ السكواد بتاع النادي الاهلي 30 لعيب صح كده؟ مظبوط فاكر لما جيت قلت لك برضه في اللقاء معاك قلت لك يا احمد ان ال 30 لعيب انا ما اعتمدش على 13 14 لعيب صعب قوي في زمان لو رجعنا عملنا يعني فكرنا ورا شويه كان النادي الاهلي بيعتمد على 13 و14 لعيب سيبك بقى ان هم مفيش اصابات مفيش ايقافات مفيش لا قدر الله حاجه بتبعد اللعيب بشكل معين فتلاقي التركيز على 14 15 16 لعيب بالكتير تمام طب وال 14 التانيين دول في لعيب بقى لما ما يلعبش دايركت بقول لك ماتشات رسميه مش ماتشات وديه حتى لو بتلعب مع بايرن ميونخ في ماتشات ما هي في رسمية ماتش ودي انت عايز رسمي ملوش لازمه انا عايز تلاته بونت عايز تلاته بونت الدفعه حاجه غير عاديه دي قلتها واجب ووظيفه
وامانه فيه، مدير الكوره، المدير الفني، المدرب العام، المدرب المساعد، لجنه الكوره. انا جاي انا مقتنع بيك يا احمد، انت لعيب جامد جدا. ضياء بيلعب، احمد ما بيلعبش، تعالى ده مش دورك. وجيت حكيت لك انا قصه في لعيب في النادي الاهلي لما انا لعبت. أيوه. وقتها وقلت لك قال له ده انت احسن لعيب بس ده مش مكانك مع كابتن جوه الله يرحمه. أيوه. ده بالدنيا. وجيت قلت لك انا كنت محطوط انا اساسي، وجيت قبل ماتش الاهلي، قبل ماتش الزمالك، لقيت نفسي ورا، فلقيت كابتن جوه بيقول لي يا ضياء انت هتلعب، هتبتدي، ما تفكرش، ده اجهاد ذهني. شافني انا مش انا، انا لاعب. أيوه. كل الماتشات ده اجهاد ذهني، انا مش شايف حاجه قدامي، شايف ان انا مش هلعب، وده اجهاد ذهني لازم او على طول دايركت. اللي يلمح الكلام دوت مدير فني، مدير كوره، مدرب عام، مدرب مساعد، حد من الجهاز، تعالى انت بدل مش دورك، انت النهارده عملت وعملت وعملت، استنى دورك، بس لما تيجي بقى وربنا يكرمك وتركب الشعراية ما تنزلش. هي دي الشعرايه، دي معقده جدا في فرقه زي الاهلي. انت بتتكلم على 30 نجم، انت مش فريق عندك 10 12 لعيب كويسين والباقي يعني. طب هقول لك سكند كلاس، انت عندك 30 لعيب متنقين على الفرازه، وكل واحد فيهم نجم يشيل فرقه، وكانوا شايلين حتى اللي ما كانوش في الاهلي من الاول خالص كانوا شايلين فرقهم. يعني كريم فؤاد كان مكسر الدنيا في امبي، حسام حسن كان مكسر الدنيا في سموحه، حسام حسن مكسوني كان مكسر الدنيا في سيمبا. يعني انت هترجعني لحسام حسن. انا بعذر حسام وما بعذروش، بمعنى يعني انا دلوقتي انا كسبان 3 او كسبان 4، ما اجيش اخر دقيقتين اقول انا ما اديتك، اديتني ايه؟ هلحق اعمل ايه؟ انا كسبان 3 ده لحسام يعني، ده لحسام حسن طبعا. انا اخد على حسام ان هو خرج زعلان وخرج انه متضايق، ممكن اقول ان انا يعني انزل الدقيقتين ديت ما مش هعمل حاجه، خلينا نتكلم واقعيه. لو الحظ او الظروف خدمته خلي واحده ولا بتاع، لكن هيعمل ايه؟ هات لي اي حد بينزل ومهاجم، ومعلش تقيل حسام حسن لعيب تقيل، في سموحه مكسر الدنيا، وكان في الداخليه مكسر الدنيا، وكان هنا مكسر الدنيا، وهداف، انت جايبه هداف. ايوه لازم اراعي نفسيه حسام، اديله نص ساعه زي ما قلت قبل كده، اديله ثلث ساعه، اديله 25 دقيقه، بس لازم الولد يحس ان هو ليه دور. انا دي بقى اللي بقى مش الذهني، ده انت ذهني ونفسي وفني وكل حاجه. وخارج من اصابه، طب انا جيت يعني ممكن حسام يفكر في حته، نتكلم بكل صراحه يا احمد، يا ريتني ما جيت النادي الاهلي، او يا ريتني ما رحت كنت في سموحه بلعب وهداف والدنيا كلها بتتكلم عليا. دلوقتي حسام بياخد قد ايه في الاهلي؟ ما بياخدش كتير. هي دي لازم بقى، دي اللي لازم تتقنن، ولازم اللاعب اللي يجي النادي الاهلي احنا معلش يتحط في دماغه ان هو جاي النادي الاهلي. جاي بثلاث بطولات اربع بطولات زي ما قلنا. بس فلازم أنا دي ليها دور وبتكلم فيها. انا عشرتها والله ممكن العظيم. ممكن اختلف معاك شويه؟ ازاي؟ يعني انا بشوف انه احنا متفقين انه من ناحيه الامكانيات والقدرات مفيش حد هيجي النادي الاهلي ولا هيلبس تيشيرت النادي الاهلي الا ما يكون يستحق ده. طبعا تمام؟ طبعا. لكن ازاي لما تجي لك الفرصه تبقى جاهز ليها؟ يعني فكره انه ممكن في الاول الفرصه عشان تيجي تبقى صعبه، وممكن على فكره تاخد الفرصه وما تقدرش تثبت نفسك في ماتش واثنين وثلاثه، ده مش معناه انك انت تبقى داون. لا طبعا. يعني كان صلاح بطلها من زمان طبعا، يعني كان لعيب زي محمد صلاح. صلاح وراح فين وجه منين؟ لا بتكلم حته ثانيه. ده دور مين؟ انا ادي لك امتى يا احمد؟ معلش، ما انا لازم اديك مدير فني. هي كسبت مدير فني مش مدرب. يعني ايه مدير فني؟ يعني ليه كل الامور بتاعته. خلي بالك مش معنى بقول لك كده ان انا ما بديش حسام، او في لعيب بيلعب جاي كويس جدا وجاي النادي الاهلي ما بيلعبش، او ما انا بديله في ماتش مموته. طب اقول لك حاجه صغيره، لعيب من اللعيبه مش هسكت طبعا على المدير الفني ولا اللعيب دوت. في وقت من الاوقات كان في كلاش بينهم وبين بعضهم، جه المدير الفني. ده سنه كام؟ مش هقول. طب موسم كام؟ لا مش هقول لك برضه. جه في ماتش من الماتشات دي احنا خسرانين، يعني واضح يعني الراجل ده قال لك احنا خسرانين، المدير الفني احنا خلاص مش اشكال، واللعيب ده مضايقه، قام مديله، ركز معايا، لكن بياخد نشاط قدام ولا بيجهزه ولا خمس دقائق ولا 10 دقائق ولا ساعه، بحيث ان هو يقول لك ايه، انت ما عملتليش حاجه، انا موتتك، انا خلاص قتلتك، خلاص خلصت. أيوة. عملت لي ايه؟ اديتني ايه؟ ما اديتنيش حاجه. فاختيار اللاعب في المباراه والتوقيت، التوقيت والمباراه والظروف بتاعت المباراه يا احمد، دي عليها عامل كبير. انا ممكن اهدك وممكن ابنيك، يعني ممكن انا اختار لك الوقت المناسب اللي تكسب فيه، وممكن احرقك، ده بمزاجي. وعلى فكره هبقى شرعي وقانوني وحنيفي وكل حاجه. مفيش مدير فني هيبقى فيه عنده ورقه كسبانه. في احمد، في بتحصل. ها طبعا، واللي يقول لك غير كده بقول لك، انا بقول لك في علاقته مش كويسه، هو مش ماشي كويس، هو شايف ان هو في برج اعلى شويه. بتحصل كتير. طب تعالى يا حبيبي اتفضل، انا هخلص عليك، ياخد قرار انه يخلص عليك. والله العظيم اللعيب ده بيقول انا هبتدي. تخيل بقى، يعني ايه؟ مستحيل انه يبتدي، مستحيل انه يبتدي. خد وابتدى،
وكان وحش جدا. تقدر تتكلم مع المدير الفني؟ طب هتقول له ايه؟ ده بقى يرجعني نفس النقطه اللي انا بقول لك عليها، مهم جدا جدا انه معاك، انه انا مش مختلف في فكره انه المدير الفني ومدير الكوره والمدرب يتكلموا ويشتغلوا، عشان دايما لما يبقى شاحن بطاريات لعيبته يجي يحتاجهم يلاقوهم، لكن كمان اللعيب عليه دور انه ما يخليش الحاجات دي، ما يخليش الحاجات دي توقفه على انه لانه هيجي له فرصه. يعني انا مش متوقع انه ولا اسم من 30 لعيب اللي موجودين في قائمه الاهلي مش هيكون ليهم دور في مشوار الاهلي في البطولات السنه دي. الولد الصغير اللي جاب جون في ماتش زياد طارق، زياد ده معلش ما نازل ربنا كرمه، ده بيقول انا موجود يا جماعه لما تحتاجوني هتلاقوني. طيب انا برد عليك على فكره، انا برضو بقول انه لعيبتنا في مصر مش بس لعيبه الاهلي محتاجه شويه تشتغل انها تطور من المايند سيت، طريقه تفكيرها، طريقه نظرتها للامور، طريقه تعاملها مع، ما فيش مشوار نجاح سهل، يعني ما فيش حد بينجح بسهوله. هيطور ازاي يا احمد؟ هيطور ازاي وهو اصلا اللي معاه ما بيفكروش في التطوير؟ واللي معاه لما بتيجي تقول انا هطور، انا هقعد مع دكتور يكلمني ويقول لي ويديني سبورت لحته معينه، يسند في حته معينه، يا عم ده الراجل ده بيتكلم في ايه يا عم؟ ايه طب نفس رياضي وايه ان انا بقول محتاج ان انا، مستحيل. طيب عايز ادخل في ماتش بكره الاول. بدايه شايف بيراميدز ازاي السنه دي؟ شايف ايه الاختلاف بين اداء الفريق وبين مستواه في بطوله الدوري السنه دي؟ طبعا هو المنافس الاقرب للنادي الاهلي على اللقب لغايه دلوقتي، الزمالك موجود في الصوره مش بعيد قوي، بس يعني نوعا ما مستوياته، عدم الاستقرار، تغيير الجهاز الفني، تراجع النتائج مخلينه بعيد شويه، لكن انا بيتهيألي الزمالك موجود في الصوره. موجود موجود. فازاي شايف المنافسه السنه دي في البطوله؟ بيراميدز ماتش بكره دوت هيفرق معاه كتير جدا، يعني نفسيا معنويا. هو بيفكر في المباراه ديت بشكل، يمكن ايهاب جلال لما بيتكلم على المباراه، على المباراه دي في حد ذاتها، ما بيحاولش يرهب الموجودين كلهم في شخص النادي الاهلي ان المباراه ديت صعبه، البطوله خسرتها خسرت، لا 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 اطلاقا، قال لك ماتش عادي احنا بننافس، شكلها كويس لكن لسه بدري. دي بتدي ثقه للعيب، معناها ايه؟ انزل ادي اللي عليك، اشتغل اللي انا بقوله لك عليه، نفذه. ودي كويسه جدا في ايهاب، انا حضرت ايهاب كتير جدا لما كان بيتمرن معانا في احد الملاعب، برضو كنا احنا ورا بعض، هو بيتمرن قبلي انا بتمرن بعده. ايهاب مقتنع بحته التحفيز شويه، ال 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 الجماعيه، يمكن برضو واحد من الناس اللي عنده فكر شويه ان انا بحب ابتدي من تحت بشكل معين، وبأصر على دوت في التمرين وبأصر على دوت في المباراة. من رأيك أو من وجهة نظرك هيلعب لعبه قدام الأهلي ولا ممكن نشوف بيراميدز بكرة بشكل مختلف؟ ممكن يبقى مختلف، يعني ممكن يبقى مختلف. ممكن يلعب بكرة إيهاب يقول لك أنا يعني حتى لو طلعت درون وخطفت واحدة، لعنده الناس اللي تخطف، لأنه عنده خطافين كتير، عنده خطافين كتير جدا إيهاب. وبعدين فرقة بيراميدز يا احمد مش عايز اقول انها فرقه، انا زي ما قلت لك قبل كده حد يقول انها وليده الدوري بقى لها سنه ولا اتنين، يا جماعه بلاش الكلمه دي ارجوكم من فضلكم، بلاش الكلمه دي. فرقه بيراميدز دي بقى لها اقل لعيب في فرقه بيراميدز لاعب دوري ممتاز 10 او 12 سنه. ايوه. الا ما رحم رب لعيب او اتنين كانوا في ناشئين وطلعوا، بس كانوا سوبر. تمام. السوبر واغلبهم دوليين. طب طبعاً. ازاي بيفكر مستر موسيماني؟ ده السؤال الصعب الحقيقه، انا حاولت الاقي سيناريو معين. هقول لك. بس قبل ما اسمع رايك هنروح لفاصل ونرجع نسمع رايك. تمام. ازاي هيتعامل مستر موسيماني مع مباراه بكره؟ وانتوا كجمهور طالبين ايه من مستر موسيماني قبل ما يعني نروح لسان داونز في مواجهه بيراميدز؟ خلينا نروح لفاصل ونرجع لكابتن ضياء عبد الصمد. الاحلام احلم زي ما انت عايز، يعني بالذات بكره، يعني الماتش ده انت احنا مستنيينه من اول السيزون، من قبل السيزون ما يبدا، بتستنى ماتشات كده معينه زي ماتش الاهلي والزمالك، الاهلي والاسماعيلي، الاهلي وبيراميدز، غير بقيه الماتشات شويه. يعني طبعا نفسك في كل ماتشات الاهلي يكسب، لكن الماتشات دي بتبقى عايز ايه؟ يعني عايز الفرقه تدلعك كده وانت قاعد بتتفرج، تحس انك انت ايه 90 دقيقه جرعه من المتعه ومن الاثاره ومن المهاره ومن وفي النهايه طبعا النتيجه تكون لصالحك. ده ماتش بيراميدز بكره، ده اللي الجمهور عايزه، لكن الظروف اللي احنا بنمر بيها ممكن تخلي مستر موسيماني يحسب الحسابات ويعيد التفكير ويفكر مره واثنين وثلاثه في هو عايز ايه من ماتش بكره. هو مش بيبص للامور من وجهه نظر الجمهور، هو بيبص للامور من وجهه نظر مدير فني مطلوب منه في يحقق اهداف ليها اولويه،
والاهداف دي في المرحله الحاليه اعتقد مستر موسيماني اللي لخسرك 3 بونت، انا عايز اطلع بكره بالماتش ده ب 3 بونت. متفق كابتن ضيا مع ده ولا شايف انه لا متفق جدا السيناريو ممكن من وجهه نظر موسيماني تحديدا؟ لا انا متفق جدا جدا جدا، بس هي المشكله في طريقه اللعب، يعني ممكن موسيماني يفاجئ الناس كلها بكره يلعب بثلاثة. اه يبدا بثلاثة. اه 3 4 3 ممكن جدا يكون ده تفكيره، يقول لك انا عايز اضغط وامنى نص الملعب، يحط مثلا هو معلش يعني خليني الخص، لو الاهلي عنده مشكله، لو الاهلي عنده مشكله، عنده مشكله فين يا كابتن ضيا؟ في خط الدفاع، في طبعا القلب، في السرد باكيه، في السرد باكيه. بص يا احمد انا بقول لك مشكله كبيره الخط ده، رغم انك عندك 6 7 اسماء محترمه فيه، لكن مفيش 2 مكملين مع بعض، وانا عارف ان الحته دي حتتك. حتتي؟ اه يعني ولازم لازم بص يعني لازم يا احمد اتنين يقعدوا بقى، لازم ملهاش حل. كل شويه اغير ده مع ده وده مع ده وده مع ده وده، مش هلاقي دلوقتي بدر بنون. بس خد بالك انت اجباري، انت أنا متولي بعيد، بدر بنون بعيد، ايمن اشرف وياسر ابراهيم. انا ما قلتش لا، انا قلت لا، بس احاول اثبت بقى ان شاء الله اطلع ناشئ. انا مفيش مشكله، احنا لما لعبنا يا احمد بقول لك لعبنا احنا صغيرين. الاهلي فيه بس قد الثقه، ادي اسبورت ليك جدا جدا انك انت تاخد وما يهمكش، ما فيش مشكله بالنسبه لك. بس تختار صح نمره واحد. انا ممكن اوظف ديفندر والعبه جنب حد من الاثنين اللي فايقين، مش شرط الاعب سرد باكين. هما سرد باكين صدقني، ياما كتير جدا 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 كان هادي خشبه في وقت من الاوقات لعب سرد باك. مظبوط. ياما ابراهيم سعيد لعب سرد باك. ياما حسام غالي لعب سرد باك. ايه المشكله؟ انت عندك لعيبه الكواليتي بتاعتها عاليه جدا، فمفيش مشكله بالنسبه لي. اللي فاهم غير اللي حافظ. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا قلقان من القلب. الاهلي عنده مشكله بين الطرفين والسرد باكين، سواء اليمين او الشمال. في كل الناس دلوقتي، كل الناس لو جبت اي حد من بره يقول لك انا خايف من ظهر معلول محمد هاني، خايف من ظهرهم. تمام. عشان كده ممكن موسيماني يفكر في حاجه كويسه قوي، يقول لك انا بلعب بثلاثه، يلعب بثلاثه سرد باكات، ويخلي عادي جدا جدا معلول، ويخلي محمد هاني طايرين مع الثلاثة اللي موجودين في نص الملعب. ممكن واحد فيهم يتأخر. انا ممكن اقول لك بنلعب 4-2-3-1 وتخلي معلول وهاني. انا بعشق الطريقة دي على فكرة، خلي بالك الطريقة دي انا بعشقها، ودي كانت طريقتي انا في انا بعشقها. انا بثبت الاثنين الديفندرات وواجبات. يعني مش شرط يبقوا كده يا احمد، لا ممكن يبقوا كده، ممكن يبقوا كده، ممكن الاثنين يبقوا راجعين ورا جدا في ظهر السد حسب الفرقة اللي بتلاعبني. بس انا بعشق بصراحة 4-2-3-1، انا بحبها ومقتنع بيها جدا، بس ليها اولويات. الطرفين اللي في الاربعه اللي هم في الثلاثه اللي في الثلاثه دول لازم يبقى لهم ادوار دفاعيه بحته، سواء عبد القادر او مين او اللي هيلعب بقى بيرسي اللي هيلعب يعني او بيرسي ده لازم يعني انزل يعني. انزل امر مرور الكرام واقول انا متواجد وانا بنزل زياده عدد، بس ما بقطعش وماليش التزام دفاعي. بس معلش بيرسي تاو عبد القادر ما عندهم، يعني اللي شايفه منهم لغايه دلوقتي ما عندهمش الحته دي، ما بيرجع ما بيرجعوش. حتى لو رجعوا ما يعني حتى لو رجعوا مش فعالين، مش فعالين، مش بتاع يعني زياده ما لهاش دور. زي زمان جات لك فتره من الفترات يعني الشحات ممكن يعمل ده، الشحات عنده القدره انه قبل كده هو لما نضج وطلع ما كانش راح الحته ديت. طاهر بيعمل ده، ما انا ده تمام، انا معاك في الحته ديت، انا معاك. انا المشكله عندي في ايه؟ انا المشكله عندي في الالتزام. النادي الاهلي لازم يلتزم. الثلاثه دول اللي اتكلم عليهم دول، الثلاثه اللي اتكلم عليهم دول سواء 10 والطرفين بقى، اذا كان بقى بيرستاو او طاهر او عبد القادر، دول لازم يلتزموا. ليه؟ لان انا الطريقه دي ما تنفعش غير بالتزام الثلاثه دول. ما تنفعش غير التزام الاثنين اللي على الطرف. ايا كان مين الاثنين على الطرف دول بقى، ايا كان مين هم، انا مش اشكال عندي بالنسبه لي، لكن انا لازم الاثنين دول على الطرف. انت مثلا عندك يعني في الحته دي مثلا عندك في منتخب مصر محمد صلاح ما بيرجعش برضه، ما عندوش دي يعني. لا بس في حاجه يعني لا انا ببص وبعدين انت لو رجعته هتخسره قدام، هتفقد قيمته في الملعب. طب هقول لك حاجه، صلاح في بداياته وانت بتقول ده، انا يعني لانه عبد القادر كلامك صح مليار في الميه، بس يعني انا استغنى عنه دفاعيا واستخدمه في ملكه، في ملكه كده للعيب بيظهر من خلالها. صلاح في بداياته كان ما ينفعش يشتغل مع الفرقه غير من تحت، من تحت نص الملعب يبدا وهات كل جوال صلاح مع المقاولين الفتره اللي كان بيقول انا لسه محمد صلاح قبل ما يحترف بره شغال من تحت. كان صلاح ياخد كورته ويستلمها من على الاطراف من فوق ما بتلاقيهوش. لازم ينزل ويشق، لازم ينزل ويشق زي احمد تمساح كان في الداخليه. تمساح تديله فوق ما فيش هو ونصيبه، لكن تمساح عشان تبدا تلاقيه لازم يشتغل من تحت، لازم يشتغل من تحت.
انا مش بتكلم على حته ان هو ينزل وزي ما بيحصل مع مصطفى محمد في منتخب مصر. محمد مصطفى محمد قاتل نفسه ورا ويطلع قدام فوق مش مركز دماغه مش 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 مش, مش مركزه في حته ان انا اقدر عايز اعمل ايه فدي بتضيع مجهوده في ال 18. لا واضح كمان الادوار اللي رسمها له كيروش يعني الى حد ما محجمة. فنفس القصه انا بقول لك الالتزام انا محتاج منك ايه الاربعه 2 3 1 ديت مهمه جدا جدا جدا. مين الاثنين دول؟ حمدي فتحي سوليه ديانج دي بتاعت برضه مثلا موسيماني لكن انا بقول لك عشان العب الثلاثه دول انا شايف ان الثلاثه دول السوليه وحمدي وديانج لازم يبقوا موجودين بكره ولا على طول لا دول الثلاثه دول ما يطلعوش من الملعب. السوليه بامانه يمكن الوحيد اللي بقى اشفق عليه خلي بالك هو ده اللي بقى عنده فعلا ارهاق ذهني وارهاق عضلي المسافه يا احمد برضه وديانج وحمدي لا ليه يعني لا حمدي اللي يمكن يعني هقول ما اتحرق مش اتحرق بمعنى اتحرق لا يعني ما استهلكش جامد زي السوليه. السوليه بقى له كام سنه طب ما ده قاعد انك تريح السوليه شويه هو يعني بامانه الماتش اللي فات الثلاثه اللي انت قلتهم دول الثلاثه اللي ما لهمش بديل انا ممكن اريحه في افريقيا تريح حمدي في افريقيا لا او السوليه في افريقيا لكن في ماتش بكره انا محتاج السوليه تمام محتاج السوليه بخبراته بتوجيهاته الوحيد اللي بتشتم فيه رائحه كابتن فرقه وهو موجود التوجيه الكلام الالتزام قفله الوش اوقات في قفله الوش على بعض اللعيبه بتبقى موجوده وضروريه جدا في الملعب ودي احنا بنفتقدها كتير جدا في كل الانديه المصريه مش اي حد يبقى كابتن فرقه ومش اي حد يبقى مسؤول عن فرقه ومش اي حد بيقود فرقه من جوه الملعب الكلام ده كله احمد الناس كلها بتاخدش بالها منه لكن السوليه قادر كل المقدره على انه يقوم بالدور ده كويس جدا حمدي فتحي ليه واجبات ديانج ليه واجبات والسوليه ليه واجبات السوليه من الماتش اللي فات اللي احنا قلنا مش كل مره بتسلم الجره مين اللي جاب الجول السوليه جوه السته اتلعبت خبطت الجول مش حتته خالص لسه كنت بقول لسه مش حتته واخد خالص واخد 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 ان انا خلاص يعني طالع خلص ثقه طالع خلاص وبيدي الايحاء ده للعيبه وبيعكس الكلام دوت على بقيه اللعيبه في الملعب فتلاقي اللعيبه عايزه تأدي وعايزه تشتغل كويس في الموضوع دوت فانا شايف ان السوليه وحمدي وديانج لازم يبقوا موجودين ممكن السوليه ياخد الدور الهجومي شويه لانه بالخبرات في المباراه ديت محتاجه لعيبه بيراميدز نتكلم بقى بلغه الكوره كده مين منور في بيراميدز من وجهه نظرك السيزون ده انا شايف ابراهيم عادل متحمس انت قوي متحمس انا بقول لك الولد دوت لو قدر لي مع مدير فني زي ايهاب وحتى لو اتغير ومش او راح ووظفه كويس واداله لا ابراهيم عادل انا 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 مش بد مش بدي راي حد كده مصدر الخطوره الرئيسي في انا شايف ابراهيم عادل وفي طبعا عبد الله من كرات الثابته بتاعته مشكله في اسمه ايه اللي جاي من مصري اسلام عيسى شايف برضه هو ممكن يبقى ليه دور جامد جدا دي عناصر وليد الكارتي ولا ايه الكارت الفيرود بتاعهم الاساسي وادي مش سهل يعني انت ممكن يبقى لك ان هو يعني ما بيتحركش يعني بشكل اللي هو بينزل يهرب ويخش وسهل انك تمسكه لا وادي ممكن يحضن طيب. بتحضينه فرقه عندها مصادر خطوره متنوعه عندها طبعاً. سرعات عندها لعيبه عندها مهارات عندها لعيبه بتلعب كويس قوي كرات ثابته عندها لعيبه بتلعب كويس قوي كرات هواء النصائح اللي توجهها لخط ظهر النادي الاهلي بكره مدافعي النادي الاهلي نمره واحد الالتزام بالمان مشكله وبقولها يا احمد حاطه مشكله انا بيبقى قدامي بس بعيد عني مش ماسكه مش مالكه عارف ده مش ملكتي بيبقى قدامي لا ده الراجل بيروح وبينزل 3 4 خطوات ولا 3 4 متر يستلم ويلف ويجي لك وتقول ما هو قدامي ما ينفعش الجول دخل فينا امبارح عدم التزام الراجل جاي من قطع من النص ورايح واحنا بنتفرج عليه ما ينفعش التلت الاخراني ده قران بقى وسنه وانجيل وتوراه وكل حاجه تمام وصلت الرساله وصلت ما بص يشم نفسي وانا في ظهره يشم نفسي يبقى الفرود مفيش ولا ليه دعم خالص لكن ما دون ذلك يا احمد احنا هنعاني طيب وهقول لك العالي منين كمان وهقول لك منين كمان ما بين الباك رايت والسيرد باك وبين الباك ليفت والسيرد باك وافتكر دي احمد كويس جدا او من القلب السيرد باكين انا مشكلتي في دي يا اما حد من الثلاثه بتوع نص الملعب السوليه او حمدي او ديانج وطبعا ده صعب هو حمدي اللي بيعملها كويس جدا 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 يبقى قدام السيرد باكين طيب وقت ايه
ما 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 ما, ما, ما تضغطش الفرقه وقت ما بندافع او طيب تعمل. لو انت صاحب قرار، انا اخر ماتش المريخ اللي لعبه رامي، بالمناسبه انا كل المتاعب الدفاعيه دي ما بحس بيها في ماتشات الدوري، يعني ماتشات الدوري الاهلي بيبقى في حته تانية، ومش قادر افهم ليه التباين ده حصل ليه، لكن ماتشات افريقيا هي اللي بيبقى فيها المعاناه. اقول لك ليه؟ الهلال معاناه. اقول لك ليه؟ السان داونز معاناه. اللاعب المصري في الدوري المحلي بتاعنا ما بيبقاش مصدق نفسه ان هو جوه 18 نادي الاهلي، او ممكن يعمل باص 1 2 او 1 3 او يستلم ويعدي ما بيصدقش نفسه. لكن في المباريات الافريقيه او في كاس العالم للانديه لا، كانت الموضوع مختلف. ايوه مختلف تماما. فده اللي الفرق انت تحسه فيه كويس قوي. طيب. لكن انا بقول لك الالتزام. طيب. هتلاقي الموضوع جو بكره ان شاء الله كويس جدا. اخر ماتش لعبه رامي وعبد المنعم، تمام، النهارده دخل في القايمه، يعني النهارده التمرينه اتاكدنا انه ياسر وايمن الاثنين جاهزين. انت لو مكان مستر موسيماني تلعب على قديمه، تلعب بالاثنين اللي لعبوا اخر مباراه واللي الى حد ما ابتدوا يشتغلوا مع بعض شويه، فممكن يبقى الانسجام والتفاهم. لا، العب بعبد المنعم وياسر. تلعب بعبد المنعم وياسر، ياسر راجع من اصابه، تحطه في ماتش زي بيراميدز. العب بعبد المنعم وياسر. يبقى انت بتعمل انت بتحرقه زي ما كنت بتقول لي من شويه. بمعنى خد يلا. على بالنسبه لمين؟ ماتش لرامي؟ لا 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 اطلاقا. ياسر رجع ازاي؟ ما تحسبهاش كده يعني. طب لا 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 لا، ده اللي كنت بتكلم عليه بحرقه دوت، ده كان بعيد. ايوه. بياخد مفيش، ما بياخدش واحد، ما بياخدش وجع دماغي، وهو لاعب مش وحش، لاعب كويس. فانا عايز احرقك، رايح دماغي منك بقى وخلاص. ما انا عندي 14 لعيب عاملين لي صداع، بحط سبعه مثلا او ثمانيه مع او تسعه مع ال 11 وال 10 التانيين صداع. انت ما بتشوفش الكلام ده يا احمد؟ ده بيبقى مشكله كبيره جدا. أيوة. ان انا اخلي ال 30 يحبوا بعض دي مشكله، ودي اللي تبقى بره قبل جوه. لا، انا بتكلم على ياسر في حاجه ثانيه خالص. ياسر كان فايق، ياسر جايب جولين في 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 بطوله كاس العالم للانديه. ياسر ماشي كويس. ياسر بس بترجعه لماتش صعب. على مين؟ على بيراميدز. على مين اللي بيلعب؟ ياسر قده 1000 مره، ما هو ده اللي بحسبها برضه. وبعدين لا، دي بقى تحتمي حاجه واحده، راجع قوي وما فيش مشكله بالنسبه له خالص تماما، يعني طبيا ياسر يفتح يروح يعمل تاكلينج، يفتح سبرنت، يطلع يعمل كوب، المكان ده كله اوكي. لا، انا بقولها لك، ياسر جامد، عبد المنعم يقفله كويس قوي. ليه؟ ايمن اشرف انا بخاف منه حاجه صغيره. اشرف عنفاني جدا، التاكلينج بتاعته بتبقى مش ليها ميقات او ليها توقيت كويسه. يعني توقيتها مش كويس جدا مع الفيرويد ممكن، وحصل كتير جدا في بعض المباريات دي، ممكن اشرف يظبطها، ولو ظبطها تبقى تمام اوكي. رامي ربيعه يعني مش عايز اقول اجتهادتي مجروحه فيه، انا بحب رامي ربيعه، وحبيت رامي اكتر لما كان بيلعب ديفندر قبل يلعب سرد باك في منتخب مصر، تحس ان هو يطمنك. لكن رامي بدات الفتره الاخرانيه بحس انه بقى يلعب بدماغه قوي 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 قوي، في توقيتات مش محتاج العب بدماغي فيها يا رامي. لا، محتاجات فيها ان انا اكون مركز كويس قوي وملتزم كويس جدا جدا جدا. المباراه بتاعت قبل النهائي في كاس الانديه كانت في مشكله، قلت لك وحكيت لك عليها، كنت انا مع حضرتك فيها في الحلقه ديت، وقلت لك رامي كان عامل مشكله. نفس القصه. بكره انا لو المسؤول ياسر وعبد المنعم، هلعب بياسر وعبد المنعم. عايز تقول نصيحه لعبد المنعم؟ عبد المنعم انت لسه صغير. يا عبد المنعم، خد عبره من الناس اللي كانت قبلك، حتى لو مش مركزك، انت لسه صغير وعندك قدره انك تبقى نمره واحد في مصر وفي النادي الاهلي. ما تفكرش في اللي فات، انت لسه ما عملتش حاجه خالص، انت في النادي الاهلي لسه ما عملتش حاجه خالص. انت كل اللي تفكر فيه ان انا عايز ابقى موجود واحقق لنفسي من خلال الناس اللي موجوده. ايوه، ان انا ابقى موجود وما يخشش فيا جول عبد المنعم. السرد باك انا بعتبرها كده، السرد باكين وحارس المرمى او يقول خط الظهر، والله العظيم ثلاثه كنا بناخدها على كرامتنا. شرف شرف، ده كانت فرقة جدا جدا معانا في لعبنا. بس الراجل عمل، خد برونزية كأس عالم، ياخد كده فوق دماغي. انا مش عايز الدماغ، مش عايز تروح. لا، انا مش عايز الميدالية تتقل شوية. لا، انت لسه بدري قوي، لسه بدري. يعني لو قسنا محمد عبد المنعم، سوري، مع اي سرد باك من اللي موجودين على 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 مدار 10 سنين، لسه بدري بالنسبة لعبد المنعم. طيب، احنا اتفقنا انك انت شايف انه اللي مطلوب من مستر موسيماني 3 بونت بكرة. طبعا ما تحاسبوش على الاداء. لا لا لا، بصراحه بقى
مش هقول لك شماعه، انا ضد الشماعات، لكن العب امبارح مريح. اريح النهارده، مفيش تمرين، مفيش تمرين خالص. أي. كلها كرات ثابته. اه تفتكر الريكفري يتعمل امبارح ولا حاجه؟ انا لو مستر موسيماني امبارح ولا حاجه خالص، ولا حاجه خالص. حاجه انزلهم ميه واكلهم اكله كويسه كده صحيه، وسلام عليكم السلام. واجي النهارده كرات ثابته، شغلي مفيش، وانا على الواقف عشان ماتش بكره. انت مسافر يعني، انت بكره هتسافر. ايوه. فلا هي دي المشكله، هي دي اللي عندي المشكله. بس في كل الماتشات الاهلي بيبدا ضاغط وبيهاجم، وانت قلت لي انه بكره كابتن ايهاب جلال ممكن يبقى متخفض شويه في مواجهه الاهلي. حساب الحته دي كلها تتوقع انه الاهلي كمان هيبدا كالعاده مهاجم، وهيقدر هيحاول مستر موسيماني يضغط ايهاب جلال؟ مش قوي. لا لا لا، ولا هيبقى في تحفظ؟ هيبقى في تحفظ شويه، هيبقى في تحفظ لغايه ما يشوف ايهاب ما محتاج ايه ويبدا يشتغل على الشغل بتاع ايهاب. كفه مين اتقل من وجهه نظرك؟ الاهلي مع الـ مع الـ مع الـ انا 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 مش علشان انا راجل لعيبه النادي الاهلي واهلاوي وبفكر في النادي الاهلي، لا انا ببص لان الاهلي تقيل، اسمه تقيل، تيشيرت النادي الاهلي تقيل، المسؤوليه تقيله. اذا كان الاهلي بيعمل حساب لبيراميدز 1% 10% 20% 50%، فبيراميدز بيعمل حساب للنادي الاهلي 1000000%. وحط في دماغك يا احمد ان اي حد بيكسب بيراميدز بيكسب النادي الاهلي بالنسبه له بطوله. طبعا مع احترامي لكل الانديه، الكلام ده انا عارفه كويس جدا جدا. انا هلاعب الاهلي بكره قبل كل فرق الدوري، قبل مباراه الاهلي باسبوع، اللي بقى بيعمل واللي بيروح واللي بيجي واللي في مواجهات ثنائيه بكره، في ماتشات هتبقى بين لعيبه رمضان صبحي. متاكد رمضان هيبقى معاه محمد هاني لو لعب. هيبقى ماتش، هتبقى حته تقيله جدا. ايوه. ممكن حمدي فتحي وافتكر دي ممكن يبقى مع عبد الله السعيد، هو او السوليه او اللي هيروح له. مش هيبقى ملتزم بيه، لكن اللي هيروح واحد من الاثنين دول يعني. وانا على ما اعتقد هو ممكن يبقى يا السوليه يا حمدي فتحي. ممكن دول اللي تبقى الامور الثنائيات بتاعتهم تبقى ممكن واضحه جدا بكره. اتكلمنا على ابراهيم عادل، ممكن مع حد من السدباكين، ممكن عبد المنعم لو هو بقى اوكي والتزم بيها دي، ممكن يبقى ابراهيم ملتزم جدا بعبد المنعم، وهتبقى واضحه من خلال المباراه على ما اعتقد يعني. فدي الثنائيات اللي ممكن تبقى واضحه جدا بالنسبه لنا يعني. الجبهه الشمال في الاهلي رايك فيها ايه؟ عبد القادر معلول، وفي مواجهه اعتقد يعني هيبقى ممكن عمر جابر هو الاقرب، لان اعتقد احمد توفيق مش موجود، مش موجود في ماتش بكره. على ما اعتقد عمر جابر. معلول ما فيش اتنين يختلفوا عليه ان هو الاوفر بتاعه حاجه دواء. تمام. المشكله اللي هقول بكره برضو يا احمد بقولها، المشكله بعد علي معلول ما بيعمل الكروس بتاعه، المشكله في اللي في ظهره. المشكله لو علي معلول متاكد تمام التاكد تمام وثقه تماما ان حد في ظهره، وزي ما قلنا قبل كده سواء السوليه او يانج او حمدي، هيتعب قوي. عمر جابر هيتعب جدا 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 في الحته دي بكره. علي معلول دماغ مع خبره مع ظبطت اوفر كويس جدا. لا خطر. انا لو واحد من الناس وهيلعب علي معلول عليه بكره، ده انا بص نمره واحد هطلبها منه يعني. ممكن ايهاب يطلب من عمر جابر نمره واحد ما ينفعش اوفر. ما ينفعش. خلي بالك انا ممكن دي بالنسبه لي انا هتبقى صعبه جدا. هاني مش زي علي يعني. هاني لازم يخش جوه وياخد ويقطم ويعدي وممكن بيشوت. لا علي معلول يعدي وبيعمل الكروس بتاعه، يعدي وبيعمل الكروس. دي واضحه جدا. اذا كانت الفرقه من وجهه نظر فرقه بيراميدز من وجهه نظرك هجوميا مميزه، شايفها دفاعيا ازاي؟ وايه هي يعني لو انت بتقري فرقتك وبتقري خط هجومك وخط النص بتاعك، الثغرات اللي ممكن تخترق منها دفاعات بيراميدز؟ وطبعا اكرامي، يعني بما انه اكرامي هو الاقرب انه يشارك. متاكد انه هيلعب بكره يعني. اسمه ايه يا ربي السدباك؟ علي جبر. علي جبر عنده مشكله برضو، التوقيت بتاعه في الاوفر بيخش. عندهم علي جبر واسامه جلال واحمد سامي، هم الثلاثه دول اللي يعني. اعتقد ان اسامه جلال هو اللي ممكن على ما اعتقد ممكن يعني. بس انا بقول علي جبر بكره مش باخده ان هو يكون نقطه ضعف في الحته الدفاعيه. لا علي جبر جايب جول
في 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 البطوله الافريقيه دلوقتي تقريبا في الكونفدراليه، وراكب علي جبر الدشن في لعبه. لو التزمت شويه، لو التزمت انا كراجل فيرود مع علي جبر، ما اخلهوش بقدر الامكان يحاول يوصل للكوره قبلي، انت هتاخد يا اما ضربه جزاء يا اما هتاخد فاول في حته مؤثره جدا، وسهل جدا 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 انك انت تاخد الافضليه على علي جبر وعلى اسامه. طيب اللعيبه الجديده على ماتش بيراميدز، يعني بيرسي تاو ما واجهش بيراميدز، احمد عبد القادر ما واجهش بيراميدز، بكلم بتيشرت النادي الاهلي، يعني هي الاقرب بكره ولا تفكر في لعيبه واجهت بيراميدز وعندها خبره؟ لانه دايما يعني كنا بنسمع ده على لقاء القمه دايما الاهلي والزمالك خبره لقاءات القمه، هل تعتبر ده ينطبق على ماتش بيراميدز ولا ده بره الحسابات؟ اطلاقا لا لا اطلاق. انا شايفني بيرسي تاو ممكن جدا من الماتشات او التوقيتات الكبيره اللي شفناها مع بيرسي تاو، لا ياخد عبد القادر ياخد، ما فيش مشكله بالنسبه له. ومعلش برضه هو لقاء قمه في الترتيب في الجدول في السكاي، يعني اوكي ما فيهاش نقاش تماما، لكن قدام شويه يعني كمان سنه كمان سنتين هيبقى لقاء قمه. لو فضل بيراميدز زي ما هو في المربع ما بينزلش اول ثاني ثالث رابع اول ثالث، خلاص يبقى كده اوكي. انت قلت حته كويسه جدا الفتره اللي فاتت، لا كان زمان الناس كلها بتقول لقاء القمه اهلي وزمالك، ايوه. ولما الاهلي كان بيروح الاسماعيلي ده يبقى عيد، ولما كان بيروح المصري عيد، وزمان كان المحله عيد، وزمان لما كان بيروح برده الاسماعيلي ولا المصري، لا كانت لا يعني كانت قمه، لكن القمه انا شايفها اهلي وزمالك. بيراميدز دلوقتي دي حاططها في دماغه، احنا وصلنا والامور ماشيه كويس برضو مع كابتن ايهاب، يعني الامور ماشيه كويس جدا مع كابتن ايهاب، بيكسب ما فيش مشكله بالنسبه له تماما، مش صعب. ايوه، وخصوصا الاهلي بيدخل فيه جوال في حتت مش عجباني بصراحه. صحيح، وده واحد من اهداف بكره، يعني هو الماتش زي ما قال كابتن سيد انا متفق معاه في الحته دي، انا بتكلم على وجهه نظر جهاز فني، مجرد 3 نقاط والمنافسه على الدوري لسه بدري كتير قوي. جدا لا جدا لسه بدري، لسه بدري يعني بدري ما هياش مباراه حاسمه. يهمنا ان احنا نعطل بيراميدز، ويهمنا ان احنا نستعيد الصداره، خصوصا ان احنا كمان هيبقى لنا ماتش متاجل، لكن بالتالي كمان الاهم من ده كله انك تطمن على مستوى الفريق قبل ما تروح سان داونز، لانه الاهم بالنسبه لنا الحقيقه طبعا الدوري مهم جدا، لكن الاهم بالنسبه لكل الجماهير واعتقد ما حدش يختلف معايا في ده بطوله افريقيا. فيهمنا نطمن بكره، مش عايزين مطبات تصعب علينا مواجهه سان داونز، عايزين نطمن على اداء الفريق. محتاج حكمه برضو يا احمد، معلش مين محتاج حكمه؟ انا برضو سان داونز لما اروح العب سان داونز وانا بفكر في افريقيا، لا ما موتش برضو اللعيبه كلها، اذا كان في امكانيه بالنسبه للتدوير بتاعت اللعيبه ما فيش مشكله. نورتنا وشرفتنا كابتن ضياء، بنسعد بوجودك دايما، وبشكر حضراتكم على المتابعه وعلى كل خير. نتقابل وان شاء الله باذن الله نهنيكم بثلاث نقاط وبعرض قوي يقدمه الاهلي قدام بيراميدز بكره ان شاء الله على شاشه الاهلي دايما. تحياتي لحضراتكم.